اجينا العمال الاجانب اليوم الموجودين هنا بالعراق بسحب الطيران بالتحديد نعم معثرين على شغل والله معثرين على شغلنا احنا هسه شغلنا قبل خير من الله هسه المصريين اللي دخلوا هنا لو تجي الساعة بالأربعة أو بالخمسة الصبح هذا مصدر وهذا مصدر مقابلنا أثروا على الشغل مالنا هم يجون على طريق السياحة يعني على جهة أربيل ويدخلون بصيغة السياحة وبعدين يجي عمل يشتغل العمل كل شيء يشتغلون يشتغلون بيت يشتغل سيراميك يشتغل يعني أثروا على الشغل مالنا خاصة العمال والخلفات يعني جاي نعاني هسه العامل يشتغل يوم يقعد له 10 أيام هذول ما يقعدون وبعدين اذا يجي مصري منك تشوفه هو ابو العمل لازم العمل كله يطلع العراقيين نقول احنا مو ولد كام وبناء الوطن يعني ليش يعني بضميرك مثلا باكر انت تطلع من الطريق وتكذلك الحكومه ما يحاسبونك يقولوا لك عم ليش اشتغلت غلط حجين اخوي انت هنا ابن بغداد موجود يوميا بهذا المصدر نعم. اعدادهم قليله لو هوايه امانه تاثرين عليكم امانه الله مو مأثرين هم يطلعون عمال هم المصريين أمانة الله ومسؤول على الكلام هم الصبح يطلعوننا يطلعون نجارين يطلعون لباخين وإحنا المصري نعم هو يطلع هو صار بعد هو أبو بلد أمانة الله أنقلها إليك بالحرف الواحد شو إحنا مو هالبلد زين إحنا بعد شو نسوي أنا المشتكى لله ما عدنا إحنا مو هالبلد عمي قسما بالإمام الحسين أحكي لك حكاية تعال الصبح هنا بالخمسة بالأربعة ونص إذا قدرت تفوت من بيناتهم احتبس مصدر كامل ذاك زين يعني مغطين هالمصدر ومغطين ذاك المصدر سووا لهم مصدر واحد منه ومصدر ثاني فما يصير يا عمي زين هو جاي سياحه وجاي ياخذ يشتغل وياهل واحد من عندهم كل ساعه واحد مخابر واحد تعال حركه زينه ببغداد تعال اخذ وصايرين هم بالآن والعالم اهل البلد تايهين والغريب هو قاعد يستولى عليه واكثريتهم لا اقامه عندهم ولا ماكو عم جاي سياحه هم بطريقه السياحه جايين ما جايين عمل هم غطوا الشغل مال عماله كله والله المصريين يمتى بظاهر صافه بهم بال 2500 مصري ولا يقول لك يقول انت معترمات كذاب هذا موبايل عندي وبي 12 مصري مقاولين مقاولين يقضون الشغل واحنا نشتغل عندهم احنا العراقيين هم جايين لا جواز ولا شيء جايين سفري بلدك هو يطلعك عادي احنا نطلعهم هذا رقمي موبايلي ب 12 مصري مقاول يشتغلون يمتى بثار صافه ابو الميدان جايين قشر زين ليش هو يشتغل العراقي قاعد؟ ما مو هو ايش قد هو يعطونه؟ يعطونه مثلا 20,000 25,000 احنا هنا 25 ما تكفينا صحيح احنا خلفات هم يشتغلون لا ب 30 خلفه ب 40 خلفه احنا ناخذ معهم شغل